السلام عليكم. في درس جديد مع كيزاكو.com. في الدرس ديال اليوم نتعلموا كيفاش نحسبوا مساحة المستطيل وكيفاش نتعلموا نحسبوا مساحة مربع. إذا المستطيل هو الشكل التالي، فيه عرض وفيه طول. العرض كنرمزوا ليه بوتيت ال، لارجور باللغة الفرنسية، وهي المسافة اللي كنشير ليها بلا فلاش ديالي، بحال فوق بحال تحت. والطول كنرمزو ليه غون تيل باللغة الفرنسية، لونغور، كيف على اليسار كيف على اليمين. إذا إلا سولتكم شنا هي المساحة ديال المستطيل، المساحة ديال المستطيل هو الحيز من الفضاء اللي محصور داخل هذا المستطيل، هي وحدة قياس اللي كنحسبوها بواحد القاعدة. على سبيل المثال، مساحة دائرة هو الحيز من الفضاء اللي محصور داخل الدائرة. إذا القاعدة اللي كتعطيني المساحة ديال المستطيل كنرمزو القاعدة هي اس، اس بحال سيرفاس باللغة الفرنسية، هي كتعني هي المساحة. إذا سيرفاس كتساوي الطول في الأرض، يعني بوتي تيل في غران تيل، الطول في الأرض، بوتي تيل في غران تيل. على سبيل المثال هنشدو مستطيل اللي كنعرفو القياسات ديالو، يعني ناخد مستطيل العرض ديالو الطول ديالو على سبيل المثال 5 سنتيمترات، مستطيل طوله 5 سنتيمترات وعرضه 10 سنتيمترات. إلا بغينا نحسبو مساحة ديالو، قبل قلنا أن المساحة هي الطول في الأرض، يعني 5 سنتيمتر في 10 سنتيمتر. هنا ردوا بالكم مزيان، ما تكتبوش لي 50 ولكن تردوا البال مزيان الوحدات. فاش يكون عندكم سنتيمتر في سنتيمتر كنديروا سنتيمتر مربع، والرمز ديالو هي سنتيمتر فوق منها 2. حطوا راسكم مزيان، الوحدة شي حاجة مهمة بزاف في المساحات. بعد مرات في بعض التمارين ما كنعطيوش الوحده، كنقولوا لكم الطول ديال المستطيل هو 3 والعرض ديال المستطيل على سبيل المثال هو 5. اذا فاش كتحسبوا لي المساحه ديال المستطيل كديروا 3 في 5، ما كاينش الوحدات ديك الساعات، اذا ما كاين حتى شي مشكل، كتكتبوا اس هي 15. متفقين؟ في الاخر ديال هذا الدرس غنشوفوا واحد الحاله ديال المستطيل. فاش يكون عندي مستطيل تيكون فيه الطول ديالو كيساوي العرض ديالو، هاد المستطيل كنسميوه مربع، طول كيساوي العرض. اذا فاش يكون عندي الطول كيساوي العرض كنسميو القياس ديالو كنسميوه الضلع ديال المربع، كنرمزو ليه بأ صغيرة، الضلع ديال المربع. اذا الضلع هو القياس ديال الطول بحال ديال العرض، كاملين متساويين، حتى عندنا مربع كيف ما قلنا دابا. في هاد الحالة المساحة ديال المربع اش كتساوي ليا؟ شفنا قبيلة بأن المساحة ديال المربع هي الطول في الأرض، إذا في هذه الحالة S كتساوي ليا الطول هو A والعرض هو A، يعني A في A. متفقين؟ إذا نشوفوا دابا شي تمرين، شي مثال صغير باش نحسبوا مساحة مربع. نشد مربع بحال هذا وندير لكم، ما نديروش الوحدات في الاول وما نديرو الوحدات. ا كتساوي 9. اذا شنو العلاقه ديال مساحه مربع؟ اس كتساوي 9 في 9، ا في ا، ضلع في الضلع، يعني 9 في 9 يعني 81. دابا يزد لكم الوحدات، قلت لكم ا كتساوي 9 سنتيمتر، شنو غديروا ليا؟ اذا 9 متر، عفوا، اذا نديرو 9 متر في 9 متر كتساوي ليا 81 متر مربع. صافي، فاش يكون عندكم الوحدة كديروا ديك الوحدة مربع، بحال قبيلة سنتيمتر في سنتيمتر، سنتيمتر مربع، المتر في المتر، المتر مربع. إذا كنتمنى أن هذا الدرس نال إعجابكم، وإلى حلقة قادمة مع كيزاكو.com.